يعطيكم العافية. احنا كنا اخر اشي وصلنا انه احنا حكينا عن اللغة، الاتجاه الصفحات واللغات في ال HTML، وحكينا عن اللغة العربية وكيف نتحكم في اتجاه الصفحة واللغات في ال HTML. ان شاء الله اليوم راح نحكي عن اشي بسيط وسهل، وهو كيف نعمل كومنت في ال HTML. شو يعني كومنت؟ يعني نعمل ملاحظة او نكتب ملاحظة في الكود ما بتتنفذ ولا بنفذها الكود، لكن بتفيدني انا كملاحظة الي في حال مثلا وقفت شغل عند مكان معين واجيت بدي اكمل في يوم اخر، بحط ملاحظة انه مثلا انا وصلت هون او كنت هون بدي اعمل اشي معين. او مثلا لو كنا بنشتغل اكثر من شخص على مشروع واحد، وحابب احكي للشخص اللي بده يكمل بعدي او اللي بده يشتغل على المشروع من بعدي انه ملاحظة هون مثلا القسم هذا يتبع لقسم مثلا تسجيل الدخول، او الكود هذا يتبع لمثلا قسم تسجيل الخروج مثلا. فكيف نعمل كومنت او كيف نعمل ملاحظة في ال HTML نكتب فيها اللي بدنا اياه، وكيف نعمل ايضا كومنت او ملاحظة او نعمل كومنت لكود معين. مثلا احنا عنا هاي الصفحة اللي هي، خلينا نرجع لها هون، اللي هي الصفحة الرئيسية. طيب الكود تبعها موجود عندي، هاي الكود الخاص بالصفحة. صفحتنا فيها صورة. لو اجيت انا بدي احكي للشخص اللي بده يشتغل من بعدي انه هاي الصورة ما لازم تتغير، شو باجي بعمل؟ بدي احط له كومنت. طيب وين كود الصورة؟ الصورة هاي كود الصورة. باجي مثلا قبل الصورة بعمل زي كأني بدي افتح تاج جديد، مثلا بعمل إشارة الأكبر، بعدين بحط علامة تعجب، بعدين بحط ماينس ماينس. راح يغلق لي التاج مباشرة، إغلاقه راح يكون، لو شلنا الإغلاق لاحظ راح يتحول جميع الكود اللي تحت للون أخضر. إيش معناها؟ معناها إنه جميع ما بعد هاي الإشارة الآن أصبح عبارة عن كومنت. شو يعني كومنت؟ يعني أسطر من الكود لن يتم تنفيذها، البرنامج ما راح يقرأها. مثلا خلينا نيجي إحنا، طيب حكينا إنه الكومنت عشان نعمل كومنت أو ملاحظة بنعمل إشارة الأكبر، خلينا نعيدها، نعمل إشارة الأكبر، بعدين إشارة التعجب، بعدين ناقص ناقص. هيك أنا بفتح تاج الكومنت. طيب انا بدي اخفي الصورة هاي عشان بدي اعدل عليها، فبدي اعملها كومنت لعبين ما او لحد ما اجيب صورة ثانية. اول اشي خلينا نشيل هاي هيك هيك، تمام. بنيجي على التاج او الكود، سطر الكود اللي احنا بدنا نعمله كومنت، يعني البرنامج ما بيقرأه، البرنامج بخفيه. وحكينا بحط اشارة الاكبر، بعدين اشارة التعجب، بعدين ناقص ناقص. طيب انا ما بدي الباقي كله يصير كومنت وما يتنفذ، بدي فقط تاج الصورة هو اللي ما يتنفذ ويختفي من الصفحة، بسكر التاج. كيف تسكير التاج الكومنت؟ ناقص ناقص وفقط اشارة الاصغر، اشارة الاصغر. هسا لو اجيت انا عملت سيف الان، لو عملت سيف للمشروع عفوا، وجيت على الصفحة وعملت ريفريش، لاحظ راح تختفي الصورة. ليش اختفت الصورة؟ لأنه وظيفة الكومنت لا تقتصر فقط على إضافة الملاحظات أو إضافة التعليقات أو التنبيهات أو التريب، عفوا التيبس أو التريكس في الكود، بل هي أيضا تستطيع إيقاف عمل الكود. كيف يعني؟ يعني الكود اللي أنا بحط له داخله كومنت، فالبرنامج او محرر النصوص ما راح يقرأ السطر البرمجي اللي بداخله. لاحظ مجرد الصورة ما اعطيناها كومنت اللي هو تاج الكومنت اللي هو اشارة الاكبر، اشارة التعجب، بعدين ناقص ناقص، وسكرناه بناقص ناقص واشارة الاصغر،
على طول حذف الكومنت من او حذف الصورة من صفحة المشروع تبعتنا. طيب لو انا اجيت شلت الكومنت من هون وشلت الكومنت من هون، والان اصبح عندي تاج الصورة واضح والبرنامج قام بقراءة هذا السطر البرمجي. لو عملنا ريفرش راح ترجع الصورة مباشرة على مشروعنا. إذن طريقة عمل الكومنت هي حكينا إنه نعمل إشارة الأكبر، إشارة التعجب، بعدين ناقص ناقص، وإغلاقها يكون ناقص ناقص وإشارة الأصغر. وبنقدر نكتب اللي بدنا إياه، مثلا this is a عفوا comment. هيك أنا عملت كومنت أو تعليق ما رح يظهر في صفحة الويب. أنا عملت سيف تحت الصورة كتبتها بالضبط، لو جيت أنا عملت ريفرش ما رح يظهر لي هون أي إشي، وما رح يقرأها المتصفح ولا رح يقرأها البرنامج. بالعادة نستخدمها أو بتم استخدامها لوضع ملاحظات في المشاريع الكبيرة، إذا كان يشتغل أو كان اللي بيعمل على المشروع أكثر من شخص، فبتم وضع ملاحظات بشكل مستمر حتى جميع الأشخاص يكونوا على اطلاع على أقسام المشروع والخطوات اللي ماشي فيها المشروع. فمثلا أنا باجي بحكي له إنه مثلا هون بفتح كومنت بحكي له إنه this is مثلا هيدر سيكشن، بحكي له في كومنت، بحكي للشخص اللي بيشتغل معي بالمشروع او بحكي الي انا مثلا، عشان لو في حال لو نسيت مستقبلا بكتب كومنت او ملاحظة بسيطة انه هذا القسم هو خاص بالهيدر او عنوان صفحة الويب الخاصة فيه. طيب لو انا بدي اخفي كود كامل، مثلا انا عندي هنا عندي مثلا هاي مجموعة اللينكات اللي عندي هون، go to list page, go to table page, go to form page الى اخره، بدي اخفيها، بطلت بحاجة الها في مشروعي وما بدي المستخدم يشوفها، وبنفس الوقت ما بدي احذفها من المشروع تبعي. بدي مثلا في حال لو قررت اني ارجعها في المستقبل ما ارجع اكتب الكود من اول وجديد. شو بعمل؟ بعمل له كومنت كامل، بعمل كومنت للكود نفسه، بفتح التاج إشارة الأكبر، بعدين إشارة التعجب، بعدين ناقص ناقص، بعدين عفوا بنزل للمكان اللي بدي الكود يختفي فيه وبسكر تاج الكومنت، وبالتالي رح يخفي لي اللينكات اللي أنا كنت عاملهم فقط. ولاحظ إنه تغير لونهم من التاجات الأزرق والأبيض والأحمر وإلى آخره إلى اللون الأخضر، يعني أصبح هذا الجزء من الكود هو عبارة عن كومنت فقط. فلو جيت أنا هون عملت ريفرش راح تختفي اللينكات جميعها، وبالتالي أنا هيك بكون أخفيت أسطر الكود هاي بدون ما أأثر على مشروعي. هذا هو درسنا لليوم، يعطيكم العافية.